السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي المشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة بقى عملنا، قلنا نعمل معاكم وصفة كلكم بتبقى عندكم في البيت، بس في ناس بتلزق منها ومحدش بيعرف طبعا تعمل معاها. انا اقول لكم على طريقة ليها تعملوها بطريقة سهلة وبسيطة. كملي الفيديو للاخر، واللي لسه ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك. انا قناة سهل ولذيذ مع وفاء، انا اسمي وفاء. اللي عايز يسمع قناتي ويشوفها ويشاهدها هيشوف ان شاء الله حاجات كويسه احنا بنعملها واقتصاديه. عملت الرز اللي هو الخلطه اللي بيبقى متبقي من المحشي بتاعنا، وعايزين نشوف له حل من غير ما نعمله محشي. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وهنحط مكون معاه هيخليه تحفه زي ما انتم شايفين في الشكل كده. مش هبصوا، مش هتستغنوا عن الوصفه دي خالص، هتعملوها في العادي اصلا من غير ما يتبقى محشي، هتحبوا تعملوها في الطبيعه. شايفين حبايبي شكلها؟ دي طبعا انتوا عرفتوا المكون اللي جواها اللي خلاها جميله، وطبعا سر التتبيله هقول لكم عليها دلوقتي مع الوصفه. يلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول معاكم الوصفه عملنا فيها ايه عشان تبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الرز حبيته جميله ومفلفله يلا بقى انا مش هقول، هنسمي الله. يلا يلا بينا، يلا بينا نبدا. معايا كده الصينيه حطها على النار، وهحط فيها حوالي معلقتين من الزيت، اي زيت عندك او اي ماده دهنيه او سمنه اي حاجه. هبدا كده يا دوبك اسخن السمنه او الزيت، وابدا انزل ببطاطسايه كبيره مقطعاها قطع مكعبات. طبعا عشان تاخدي معلقه الرز بمعلقه ايه بقطعه ايه بطاطس. حاجه كده سهله وبسيطه انا عملتها في الصينيه. وبعدين نبدا نقلبها لحد ما تاخد لون كده بسيط، تستوي نص سوا كده، يعني يا دوبك تشرب الزيت. جاي احط التوابل بتاعتي، كزبره ناشفه، فلفل اسود، لو عندك برضو مرقه اي حاجه مرقه فوريه ممكن تحطيها، او هتحطيها في الشوربه اللي احنا ايه، او يكون عندك مرقه او شوربه تزودي بيها الرز. بدات كده حطيت الرز بتاعي على البطاطس، شوحه برضو تشويحة، والرز فيه زيت اصلا مكان المحشي مكان الخلطة نفسها. هبدأ بقى اقلب كله في بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا هو فيه صلصة، بس انا ممكن اضيف معلقة صلصة مع الشوربة هتديله طبعا طعم حلو ولون حلو جدا. قلبت كله في بعضه بالشكل ده كده. بدأت جهزت مية، انا ما عنديش شوربة فبدأت بمية كده سخنة. هبدأ معلقة كزبرة ناشفة، معلقة كمون، معلقة ده كله معلقة صغيرة، معلقة ملح، عندك مرقة بتضيفيها، عندك معلقة صلصة هتضيفيها، عندك فلفل اسود معلقة، اي توابل عندك، بابريكا، او عايزة تضيفي شطة حسب الرغبة. هبدأ كده خلاص شوحت الرز مع البطاطس، هبدا اقلب بقى الشوربه بتاعتي اللي انا عملتها بمعلقتين صلصه، واقلب عشان يديني اللون والطعم الحلو. عايزه مرقه برضو بتضيفي عادي. بدات كده نزلت بقى على الرز، طبعا انا ما بحطش ميه كتير ولا شوربه كتير، الا اغطي يا دوبك الرز بسيط، وطبعا بعلي النار في الاول بعد كده بوطي خالص خالص، بيبقى لسه في ميه وبوطي عليه. ليه؟ عشان ما يلزقش طبعا، ودي التركايه الحلوه اللي انا بقولها لكم عشان ما يلزقش. وطبعا التركايه الحلوه اللي هتضيف لنا للرز طعم حلو طبعا الصلصه والبطاطس، ده هيخليها ايه في حته تانية. بدات كده اخد اللون الجميل اهو واسيبه يتشرب بالشكل ده كده. بدا مثلا عليت النار خليتها متوسطه، وبعد كده بوطي اهو، بدات كده اوطي وهو بالشكل ده كده، وقلبته تقليبه، وهوطي طبعا النار يتشرب براحته، وفي نفس الوقت ما يلزقش في الصينيه. عايزه تعمليه في حله ماشي، عايزه تعمليه في صينيه ماشي، بس انا حبيت اوريكم في الصينيه عشان يبان ان انا عاملاه ازاي. شايفين حبايبي؟ ابدا بقى اغطي عليه باي غطا عندي او بورق فويل، واوطي عليه النار على الهادي خالص خالص، ما تبقاش باينه يعني يا دوبك شمعه. ونشوف دلوقتي هيبقى شكله ازاي، نقدمه معاكم. حطيت بصينيه، شايفين بعد ما استوى خد بتاع 4 5 دقايق طلع بالمنظر.